تشير إلى لطف غيبي من الله سبحانه وتعالى، يعني الذين يستضعفون في الأرض والأقوياء والكبراء والمتكبرين والمستعظين يجعلونهم ضعفاء، إن الله تعالى قرر غيبيا أن يساعد هؤلاء المستضعفين كما في ظاهر الآية: ونريد أن نمن من المنة على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني مراجع للناس، إمام، ونجعلهم الوارثين. كل إنسان له ميزة في الحياة، هذا يسمى إماما لأن الناس يقتدون به، سواء إمام الجماعة إمام، وكذلك الإمام الأصل الأئمة الطاهرون الاثنى عشر إمام، قائد الجماعة يسمى إمام ولو ما يصلي الجماعة، مثلا قائد الأمة يسمى إماما لأن الناس يعتمون به. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، يعني نجعلهم متمكنين، قادرين، شخصيات، كبراء، قادة، سادة، أئمة. قد نقول أن الآية تدل على هذا الشيء، أن الله غيبيا وبلطفه الغيبي يجعل هذا الشيء للمستضعفين. وقد نقول لا، مو أن الله غيبيا يجعل هذا الشيء، هذه سنة الحياة، كل إنسان بضاعته أفضل لابد أن يأتي دوره في الحياة في يوم ما. يعني مثلا في يوم ظهرت هذه المراوح الكهربائية، أنتم الشباب ما تذكرون، ولعل بعضكم رأيتم أو لم تروا، فإذا سألتم الكبار والآباء يعرفون هذا الشيء. سابقا كانت عندنا نحن مراوح من الخوص، من سعف النخل، مراوح نشتري 10 فلوس وقت الغلاء أو 15 فلوس، فنخف ونروح بسببها على أنفسنا. يوم اللي ظهرت هذه البانكة، صاحب البانكة الذي أظهرها واخترعها، في نفس اليوم إذا كان عاقلا كان يقول أنه يأتي يوم تغزو هذه المراوح الكهربائية كل البلاد. هل هذا كان غيبيا؟ وهل هذا الرجل كان يعلم الغيب لما يقول هذا الشيء؟ أبدا، لأن بضاعته خير من المهفة وخير من المروحة الخصية. شو وضع هذا؟ سابقا كنا نعيش على الشمعة، الشموع، الشموع اللي شايفين الشموع كلش ضعيفة. يوم اخترع إديسون الكهرباء كان يحق له أن يقول يأتي يوم تغزو الكهرباء، المصابيح الكهربائية، كل الأرض. هل كان يعلم الغيب لما يقول هذا الشيء؟ أبدا، وإنما أن المصابيح الكهربائية بضاعة خير من الشموع الدهنية الزيتية
هذا شيء واضح. ويوم اخترع التلفون كان يحق أن يقول المخترع للتلفون سيأتي يوم يغزو التلفون العالم. شيء واضح هذا، لأن التلفون وسيلة اتصال، أنت جالس في مكانك وتتصل بنيويورك وتتصل بطهران أو بغداد، هذا شيء واضح أنه يغزو. المبادئ الإسلامية هكذا، حتى إذا في القرآن ما كان هذا الشيء، حتى إذا في السنة ما كان هذا الشيء، أي إنسان مفكر عاقل يتمكن أن يحكم أن الإسلام أخيرا يسود العالم، لأن مبادئه خير، مبادئ العدل، مبادئ الإحسان، مبادئ الضمان الاجتماعي، مبادئ التكافل الاجتماعي، مبادئ المساعدة للفقير، مبادئ مساعدة الضعيف، هذه مبادئ لا بد أن تسود العالم مهما كان الطغاة والأقوياء والكبراء والمتفرعنون مهما طغوا وبغوا ومهما كبتوا الحريات وأخذوا الأنفاس واستهتروا بالحقوق وكانت لهم سجون وتعذيب، مهما كان أخيرا يأتي يوم تسقط الطغاة وتسقط مبادئهم وتنسف قوانينهم وتأتي أحكام الله تعالى. فهذا شيء طبيعي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في الإسلام، في تاريخ نبي الإسلام بالذات صلى الله عليه وسلم، وهو أول مشرع للإسلام، وإن يوصل أصدقاء الشباب بقراءة تاريخ النبي مفصلا من أوله إلى آخره مرة ومرتين، التواريخ الصحيحة بطبيعة الحال، لأن تواريخ رسول الله اختلف فيها الصحيح بالباطل والصدق بالكذب والحابل بالنابل على المثال المشهور. تواريخ رسول الله في الحقيقة عند الرسول فرد واحد، يعني فرد مرة الرسول سجن جماعة، فرد مرة في تاريخ الرسول. وتاريخ الرسول تعرف أن الرسول 10 سنوات كان رئيس حكومة، يعني أن الرسول 13 سنة ما رئيس حكومة، لكنه 10 سنوات رئيس حكومة، 10 سنوات إنسان رئيس حكومة وحكومة ثورية، يعني مو حكومة عادية. الآن تجد الحكومات الثورية مو 10 سنوات، في خلال سنتين يقتلون إش كثر أبرياء ويسجنون إش كثر أبرياء ويعذبون إش كثر أبرياء، بينما الرسول 10 سنوات رئيس حكومة ولمرة واحدة سجن جماعة. وكم مدة السجن؟ ليلة واحدة فقط. إذا وجدت في تاريخ الرسول غير هذا السجن قل لي، أنا أتشكر منك إن شاء الله في المطالعات المستقبلية. 10 سنوات رئيس ثوري، الثورة جاء الرسول شو وضع هذا؟ لكن ثورة بحق، مو ثورة بباطل مثل الانقلابات الاعتراضية، ثورة بحق، وأسس أمة وأسس دولة وكون حكومة وصنع كل شيء ووضع منهاج وقلب الأمور الاجتماعية، وله سجن واحد لليلة واحدة لجماعة صغيرة أسرى بدر، الرسول سجنهم ليلة واحدة، يعني من أول الليل للصباح حتى يعين تكاليفهم سجن هؤلاء. وشنو السجن؟ مو سجن بناية وكذا، وإنما في بعض البيوت هؤلاء ربطوا بالحبال حتى لا ينهزموا ويوضعوا في البيت، ورسول الله أمر في الصباح أن يفكوا في أمان الله. خلاص، هل هذا المبدأ ينجح أخيرا في الحياة؟ المبدأ الذين يأخذون 10,000 إنسان و 15,000 إنسان و 20,000 إنسان ويحشرونهم في السجون وفي الزنزانات وتحت التعذيب الوحشي ويقتلونهم ويمثلون بهم ويستهترون بحقوقهم وكراماتهم كأكثر الحكومات الثورية، إنما أنا أقول أكثر لأن أنا ما متفحص كلهم واقع. الذين أعرفهم من الحكومات الثورية في هذا اليوم، والذين هم كلهم عملاء استعمار شرق وغرب وليس فيهم حكومة نابعة من الوطن أبدا، وإنما عملاء سجنهم الشكل، هل هذا الإنسان يبقى رسول الله؟ جوالا أي إنسان يفهم حتى إذا كان طالبا في الثانوية يقول مبدأ ذات يبقى، مو مبدأ هذا، حتى خل يطبل ويزمر ويصنع أي شيء ودعاية وفلوس وصحف، لكن كلهم كلهم
الكذب لا يبقى. إنسان عنده ظلام وإنسان عنده ضياء. الإنسان الذي عنده ضياء هذا الإنسان حشر في زاوية لنفرض. الإنسان الذي عنده ظلام هذا يكمم الأفواه ويجلد الناس ويعذبهم على أنه لتقول هذا عنده ظلام، لتقول بيته ظلام، هذا صح. يبقى شهر، شهرين، سنة، سنتين، 10 سنوات، 50 سنة، أخيرا شنو؟ أخيرا يظهر زيت وكما ظهر زيت إيران الشاق على حضرات قدر قدرات، و20 لقب و100 لقب وإذاعات وتلفزيونات والصحف والدعاية وملايين من الدعاية، أخي شفاف؟ أبدا مف، لأن الكذب له مدة. ومهما كمموا الأفعال الآن، الحالات التي تجدونها في أكثر البلاد الإسلامية الثورية هذه كلها حالات مروية في الحقيقة، يعني أن المسلمين ناموا وغفلوا وتركوا الوعي، فسلط عليهم أناس باسم الثوريين سطحا وواقعا عملاء إما بريطانيا وأمريكا وروسيا أو من هؤلاء عملاء هذول. فهؤلاء يريدون البقاء بالقتل، بالتعذيب، بالإرهاب، بقطع معاشات الناس، بقطع أرزاق الناس، هذا لا يبقى كطبيعي. نعم يبقى سنة، سنتين، 5 سنوات، 4 سنوات، 10 سنوات. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض منة طبيعية. هذه طبيعة الحياة خاضعة للأفضل. النبتة الصغيرة شايفينها؟ إيش كثر هاي النبتة ضعيفة؟ ما أدريت أحد منكم رايح إلى لبنان، ولا أحد منكم رايح إلى إيران، ولا أحد رايح منكم إلى بلاد فيها جبال. هذا الجبل تروح له، الجبل صخر، الصخر يعني أصلب من هذا السمنت، لكن مع ذلك تشوف نبتة ضعيفة نابتة في هذا الصخر. ما فكرت فيها هذا؟ لماذا هذا الشيء؟ هل النبتة الضعيفة التي تحركها الأرياح، الريح الخفيف تحرك النبتة، هذا أي قوة فيها حتى هذه النبتة الضعيفة تشق الصخر وتخرج من الصخر؟ لذا ما شايفين يروحوا يشوفوا. في الحقيقة هذا الشيء محير لعلماء النبات مو إلا يعني، لكن قانون الله هذا، الأخف يذهب والأفضل ينمو. هاي قاعدة الله. هذه النبتة الضعيفة الهشة التي تحركها الرياح لأنها أفضل من الصخر، لأن الصخر جماد هذا نبات، فهذه النبتة تشق الصخرة. لماذا تشق الصخرة؟ لأنها أفضل. والله سبحانه وتعالى مقرر أن الحياة للأفضل. كذلك هذا النبات من يأكله؟ تدرون من يأكله؟ الغنم يأكله. لماذا الغنم يأكله؟ لأن الغنم حيوان وله روح حيوانية، وهذا شيء أفضل من النبات. فالله سبحانه وتعالى جعل غير الأفضل المفضول فداء للأفضل. التراب فداء للأفضل النبات، النبات فداء للأفضل الحيوان، والحيوان من يأكله؟ الإنسان. لماذا؟ لأن الحيوان مفضول والإنسان أفضل. هذا في التكوينيات، ولا نريد الإطالة في الأمثلة. في التشريعيات نفس الشيء، القوانين الجاهلية الكابتة المعارضة لحريات الناس، هذه القوانين محكوم عليها بالفناء. الكون هكذا. وحيث أن قوانين الإسلام أفضل القوانين، هذه القوانين تنمو وتلك القوانين تسحق. نعم فرد مدة للامتحان حتى يمتحن الظالم ويمتحن المظلوم. الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم. كان عندنا أحد الخطباء الله يرحمه في كربلاء، كان يسجع ويقفي في كلماته كثيرا ما، فكان يقول الله يمهل ولا يهمل. أن الله يمهل الإنسان لكنه لا يهمل الإنسان،
أفحسبتم آية القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا ماكو هذا الشيء أبدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض يعني الضعفاء بحكم أن مبادئهم أصح وبحكم أن قوانينهم قوانين أفضل. لعلك تقول في أمريكا ماكو تعذيب في سجونه، هذا صح على المشهور في بريطانيا في أمريكا في ألمانيا ماكو تعذيب في سجونهم، لكن هم ما عندهم تعذيب في سجونهم، لكن عندهم تعذيب في سجوننا. لأن تعذيب في سجوننا من أين جاءت؟ منهم جاءت. إحنا المسلمين الثوريين، فالصديق كان عندنا الله يحفظه أو يرحمه كان يقول الثوريين مشتق من الثور مو من الثورة. الثور تدرون شنو؟ لأن أصدقائنا الثوريين هذول مربوطين بالثيران، أساليبهم وحركاتهم وقتلهم للناس وتعذيبهم وتخطيمهم للاقتصاد وسحقهم للكفاءات ودكتاتورياتهم. الشاهد في أنه هذول هم يعذبون وهم يسحقون الكرامات وهم يكبرون الناس وهم يحطمون الاقتصاد. أولئك لا ما عندهم، هذا صحيح في بيوت بلادهم ما عندهم، لكن شنو فرقي أنا أضرب زوجتي أو أضرب زوجتك؟ ما هو فرق، يعني أنا مجرم، أنا أضرب ابني أو ابنك أنا مجرم، لأن هذه الأشياء التي الآن تجرى في بلادنا هذول منهم، لأن هؤلاء الذين هم رؤساء أملاء لهم لا أكثر ولا أقل، فهم يطبقون أوامر أسيادهم. الإسلام يقول لا لك ولا للغريب. ولا يجرمنكم، في الحقيقة هذه الآية أخيرا تطبق في العالم على الرغم أن أمريكا وروسيا وعملائهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني الله يقول حتى هذا عدوك لكن بالعدالة يعملوا إياه عدالة. يعني يوم كان الإسلام في مكان أمريكا آخر للزمان ما كان يعذب لا المسلمين ولا الكفار، موقف في الإسلام هذا الشيء. ولا يجرمنكم يعني لا يسبب أنك عدو لإنسان أن لا تعدل بالنسبة إلى ذلك العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن قوم يعني عداوتهم على أن لا تعدلوا، لا يسبب لكم عدم العدالة. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني أن العدالة مع الأعداء كالعدالة مع الأصدقاء. فالآن عالم اليوم فاقدة في العدالة، عدالة ما فيها، إما عدالة مو بالنسبة إلى شعوبهم كالبلاد الإسلامية، وإما عدالة مو عدالة بالنسبة إلى أعدائهم كالبلاد الكافرة المحدقة بالبلاد الإسلامية. هذول أيضا مو عادلين، عادلين بالنسبة إلى شعوبهم فرضا، مو عادلين بالنسبة إلى شعوب المسلمين. الإسلام يقول عدالة بالنسبة إلى شعبك وشعب غيرك، فأي المبادئ أصلح؟ طبيعي، بس أنه فرض مدة تقطع الخرافات وأباطيل وأضاليل وجهالات وهالكبت وهالإرهاب وهالأشياء اللي معروفة في البلاد الإسلامية الثورية وما أشبه، وبعد ذلك ينتهي كل شيء كما انتهى في إيران كل شيء، والآن بالانتظار في سائر البلاد الثورية أيضا تنتهي كل شيء. لماذا هؤلاء يخافون من الشعوب؟ لماذا هؤلاء يكبتون الحريات؟ لماذا هؤلاء عندهم سجون ومعتقلات وتعذيب؟ لأن يخافون. الخائن شنو؟ خائف. هذا هو. إذا أنت مو خائن، إذا مو سارق، مثل البقر تمشي في الشارع، شايف إنسان حتى إذا مو شايف تدري هذا الشيء. وارد إلى الكويت بسبب الطائرة مثلا، هذا الإنسان مو خائن، يعني أنه وروده ورود مشروع حسب القانون، يعني أنه مكتوب في باسبورته الكويت هذا يرد وينزل من الطائرة مثل البطل. إذا فرد 10,000 شرطة بهناك واقفين أبدا لا يخاف منهم، بيده شنو؟ باسبورت يرد، وحتى لما يمر على الضابط الفحص للجوازات يقدم الجواز ويطلع. لماذا؟ لأنه يخف، لأنه مشروع، لأنه صحيح جاء. أما خلف رب واحد قشق جاء مو مكتوب في جواز الكويت شو يسوي؟ ها
هذا من تقترب الطائرة إلى سماء الكويت يقوم يرجف قلبك. لماذا؟ شو يدعم؟ خائن، الخائن الخائف. ولما ينزل من الطائرة رجله تقوم شنو ترتعش، ووجهه يصفر. وإذا سأله هذا رابط الجواز، لماذا شو يصفر هذا؟ أنا شايف خلش في الناس، أنا شخصيا شايف، أنتم إذا ما شايفين سامعين، لأن الخائن خائف. هذا هو، هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء ويملؤون السجون ويحطمون الاقتصاد وفي إذاعاتهم إعدامات على طول الخط، هذول خونة عملاء. الخائن والعميل خائف، شو واضح؟ فإذا يخاف فيقتل، ينهب، يسرق، يعذب، يدمر، يحطم. الإسلام يقول لها العدالة، حطموا مع شعبك مع الغرباء العدالة، ما يخاف مثل البطل يأتي. الإسلام فرق الإسلام بذات الإسلام ما قلت في جنس هو هالموضوع المخرين، لأن الإسلام دين الحق والإنسانية والعدالة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وهذا إرادة الله. شوف ما نريده، أحد يتركن يقف مع مرادة الله تعالى؟ مستحيل. لكن الفرق الزمان، بعد 10 سنوات أو 5 سنوات أو سنتين أو سنة أو 6 أشهر، الفرق هذا هو. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، نجعل هؤلاء الشاردين الشريدين المقربين، هؤلاء يصيرون أئمة، أولئك الحفنة الطعاة المستولون على الحكم يذهبون إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. هذا هو شغل بعيون مبعات، ما شفتوا بعيونكم؟ الله يريد هذا الشيء. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون مثال الحاكم الطاغي، هامان مثال الوزير الخائن الذي يساعد الطاغي في طغيانه، وجنودهما منه مثال المعذبين، مثال الذين هم يحوطون بهؤلاء الخونة والذين يرهبون الناس. هذا الأمثلة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما، لأنه الحكام الظلمة بشنو يعيشون؟ الحاكم طاغي، الوزير المستشار خائن للشعب، يحكمون بالحديد والنار الجنود. هذا هو، وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونسأل الله التوفيق لمن يحبه ويرضاه.